يوم السبت، انا اسف، يوم الاحد اللي فات اتكلمت مع حضراتكم عن تغير تصريحات بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني، و قبل ما اتكلم عن بيتسو موسيماني، الاستاذ خالد علي المنسق المنسق الاعلامي لنادي سان داونز، ذكي جدا بيوجه الامور في ناحيه قناه الاهلي، ذكي منتهى الذكاء. يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك يعني انتوا بتتفرجوا على، يعني كابتن شوبير كان بيساله بيقول له بتتفرجوا على تمرينه الاهلي والكلام ده، قال له يعني قناه الاهلي مش مخليانا عايزين حاجه. طب يعني كويس والله، يعني اولا انا ببقى مبسوط وسعيد لما بيتقال الكلام ده، كويس جدا. ولكن لما تيجي تعيد كل الفيديوهات او كل اللقطات اللي طلعت على قناه الاهلي، انا هقول لحضراتكم من ساعه ما انا اشتغلت، مش انا يعني، من السنه اللي فاتت، وهناك بعض الامور الفنيه اللي ما ببقاش الناس كلها تقعد تقول لي انت ما بتسالش في فلان ليه، انت ما بتسالش في علان ليه، ليه ما بتقولش النقطه دي مع انك كنت متكلم معانا فيها بره. اقول لهم يا جماعه لانه انا يعني النادي، القناه دي بتمثل النادي الاهلي، وبالتالي انا لازم ابقى واخد بالي وانا بتكلم. انا يهمني النادي الاهلي، ما يهمنيش نادي تاني بالمناسبه يعني. فعشان كده ذكي، هو راجل ذكي. هم الحقيقه في تصريحاتهم من الواضح عفوا البرد معلش، من الواضح ان هم بيحاولوا يلهوا النادي الاهلي في امور اخرى اذكياء. خلي بال حضراتكم ده ذكاء. قال لك اه قناه الاهلي، اجي اتفرج على قناه الاهلي اه بنذيع اول 10 دقائق في التمرين، اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيقعد يعمل الحركات اللي كلنا بنعملها بقالنا 100 سنه، يعني الحاجات اللي هي التسخين العادي، 4-2، 3 على مش عارف ايه، ماسكين بعض وبيلعبوا الكره في النص بينهم، الحاجات الطبيعيه. حتى نجومنا الكبار المحللين اللي بيبقوا موجودين معانا لما بيجوا يتكلموا، هم نفسهم بيبقوا واخدين بالهم جدا من طريقه كلامهم. ممكن تلاقيهم بيتكلموا بعد الماتش اكتر من قبل الماتش. فذكاء، هو ذكاء من المنسق الاعلامي الحقيقه خالد علي. انا بقى احييه عليه على فكره، انا مش متضايق ولا زعلان، لانه جمهور النادي الاهلي عارف ان قناه النادي الاهلي لا تعمل الا في مصلحه النادي الاهلي. احنا ما بنشتغلش في مصلحه تاني. مره مش عارف المفروض ان انا اقول موضوع زي ده ولا ما اقولوش، لكن كان في احد المباريات وكان يجب ان يتم اذاعتها، وخلي بالكم ده سبق لانها ما كانتش متذاعه في اي حته في البطوله الافريقيه بالمناسبه. فاللي حصل ايه؟ ان تم الاتفاق، كان عندنا مباراه السوبر الافريقي، السوبر الافريقي، مناوره من المناورات اللي نجحت فيها اداره الاهلي مع قناه الاهلي في ان هي تخبي كل حاجه، مع انها كانت هتعمل نسب مشاهده كبيره جدا جدا جدا، لكن مصلحه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي. كلام مهم جدا لازم نقوله. انا ما اعرفش ان انا المفروض اقول حاجه زي دي ولا لا، لكن يعني اتكلمنا فيها.